الفكر، انت عارف انت بتقول ايه عشان في ناس كتير متابعاك وفي ناس كتير شايفاك، فانت مسؤوله منك الكلمه، انت بتطلع كلمه كويسه فما تطلعش اي كلام وخلاص. طب انت بتقدم محتوى يعني في محتوى سيء جدا منتشر على مواقع التواصل ازاي بتنافس ده؟ مش حوار بنافس ده، هو انا عامه يعني انا اقدر اقول لك الحاجه اللي انا بعملها وان الناس تتعامل ازاي بالظبط، اللي هو انا بسكرول على التيك توك فلما بلاقي حاجه كده يا ريبورت يا اما ما بحطش في دماغي اساسا، انت لمجرد ان انت بتشارك الفيديو ده فده بينتشر اكتر. فزي ما في الايجابيات زي ما في السلبيات في الايجابيات برضو فاهمني، يعني مثلا حمو على اليوتيوب بيعمل محتوى هادف، على تيك توك بيعمل ترفيه، في بقى على التيك توك حاجات ما تتشافش مثلا، فانا كل طلبه من الناس ان هي يا روبورت يا اما سكرول على طول، مش لازم انت تستنى الفيديو يعني او تتفرج ليه، عشان ده بيساعد على تروج الفيديو، ان انت الواتش تايم ده لمجرد انت بتتفرج على الفيديو لحد الاخر فده غلط جدا، انت كده انت بتشيره اكتر فاهمني. طب لو حد عايز يبقى زي حمو ده بيعمل ايه؟ ياخد ويعرف من ربنا جدا جدا جدا، عشان الأرض من ربنا هو ده اللي بيجي على في وش البني ادم المول يعني، وهي دعوات ماما طبعا وبس. رسالة تحب توجهها للجمهور من خلال موقع تحيا مصر؟ رسالة أوجهها للجمهور من خلال موقع تحيا مصر، حب نفسك، أنت أنجح شخص في الدنيا، بس الفكرة كلها إن ده نجح قبلك وده نجح قبلك والأمور تختلف، بس أنت أنجح شخص في الدنيا وصدق نفسك. أحيانا الحمد لله. تكرم يا حبيبي.